أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث أم أنهم مثل الكفار لا يؤمنون بالبعث؟ يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالرسل في الجملة، هم مثل المشركين، إنما أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل والكتب في الجملة، وإن كانوا يجحدون بعضها أو ينكرون بعضها، لكنهم أحسن حالا من المشركين الأميين والملاحدة. نعم.